النظام الإيراني يضاعف قمعه وإطلاق نار على المتظاهرين وحكم إعدام مزدوج على محتج شاب. إسرائيل لا تستعد مالياً لعمل عسكري محتمل ضد إيران، تستهدف ميليشياتها في مطار دمشق أيضاً. الدبيبة يفتح النار على رئيسي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة ويتهمهما بعرقلة الانتخابات وتقاسم السلطة. كييف تعلن إسقاط 39 مسيرة إيرانية أطلقتها روسيا لاستهداف مناطق في العاصمة الأوكرانية ومحيطها. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة من الحدث. تتواصل الاحتجاجات الإيرانية بمدن عدة وسط اعتقالات تعسفية ضد المتظاهرين وصدور وتنفيذ أحكام بالأعدام بالرغم من الانتقادات الدولية والدعوات لوقفها. في هذا الشأن أصدر القضاء الإيراني حكما ضد آيدا بورتقي طالبة هندسة الرياضيات بجامعة زاهدان بالسجن 9 أشهر و60 جلدة بحسب ما أفاد موقع إيران انترناشنال. كان الأمن الإيراني اعتقل بورتقي أثناء الاحتجاجات. لم تكتفي إيران بالمضي في تعليق المشانق للمحتجين، بل عمدت إلى إصدار حكم إعدام مزدوج بحق الشاب مهدي محمدي البالغ من العمر 18 عاما بعد أن اعتقلته خلال الاحتجاجات، ووجهت إليه تهمة الإفساد في الأرض وإهانة القيادة والتواطؤ ضد الأمن القومي كما أفاد موقع هرنا. أضاف الموقع أن الشاب حرم من حقه في الاتصال بمحام من اختياره وحكم كواحد من القادة والوكلاء الرئيسيين للتوجيه والتخطيط، بينما أكد ناشط حقوقي أن الدليل الوحيد لهذه القضية هو اعترافات الشاب القصرية والتي تم الحصول عليها بالتعذيب والضغط. بحسب محللين سياسيين فإن حركة الاحتجاجات الشعبية في إيران ستستمر بسبب تنامي الغضب من القمع الذي يمارسه النظام منذ عقود ولسوء الإدارة الاقتصادية. أكد المراقبون لراديو أوروبا الحرة وجود فجوة لا يمكن سدها بين الدولة والمجتمع، ما جعل الشعب أقل خوفا من النظام وأكثر تنظيما، وأن استخدام السلطات القوة لقمع الاحتجاجات دفع المتظاهرين للاستمرار في التعبير عن معارضتهم لقيادات النظام لا سيما خامنئي. معنا في الاستوديو الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث صالح حميد. أهلا بك معنا أستاذ صالح. إذا أبدأ معك من حكم الإعدام الصادر في حق الشاب مهدي محمدي البالغ من العمر 18 عاما، ولم يتخذ حكما، لم يصدر في حقه حكم واحد بالإعدام بل حكمين بالإعدام على قضيتين. لماذا لجأ النظام في إيران إلى تصعيد مضاعف فيما يتعلق بالإعدامات التي يتم التنديب بها بشكل كبير سواء من الخارج أو من الداخل الإيراني؟ نعم صحيح، يعني في البداية يجب القول أن هذه الإعدامات هي سياسية أكثر منها تطبيقا للقانون حسب ما يدعي النظام. يعني هذا شاب حكم بمحاكمة صورية مثل سائر المحاكمات الأخيرة، تم اتهامه بأنه يقود مجموعة من المتظاهرين، وبالطبع الاتهام هو الحرابة والإفساد في الأرض، وعلى أساسهما
تم إصدار حكمين بالإعدام، وهي أحكام تنبع من القراءة المتشددة لنظام الجمهورية الإسلامية للشريعة. يعني كل ما أراد النظام أن يدين أحدا يتهمه بمعاداة النظام الإسلامي، ثم يفسر هذا بأن كون النظام نظام ديني إسلامي فالمعارض ينطبق عليه حكم الحرابة بناء على تفسير النظام للآية من يحاربون الله والرسول، وهذا في قانون العقوبات الإيراني يعني يصدر حكم الإعدام بناء على هذا. لكن هذه المحاكمات حتى وفق القوانين الإيرانية نفسها لم يعني تحتوي على أبسط شروط المحاكمة العادلة، مثل اختيار محامين، محاكمة علنية. ربما يكون الشاب كغيره من الشبان المنتفضين في إيران خرج إلى الشارع، لكن هل من يخرج إلى الشارع يتم الحكم عليه بالإعدام؟ هذا يعني نهج النظام هو الذي أدى إلى استمرار هذا النهج. البعض يقول بأنه محاولات مستميتة من قبل النظام لقمع هذه الاحتجاجات، والبعض الآخر يرى بأنه رد للتنديدات الدولية بأن كلما ندد المجتمع الدولي بالإعدامات تستمر إيران في إصدارها. صحيح، هو النظام يحاول تكرار تجربة الثمانينات عندما قام بإعدامات جماعية ضد السجناء السياسيين، لكن في تلك الفترة لم يكن هناك إعلام، كان هناك تعتيم شديد، كانت هناك الحرب الإيرانية العراقية، الظروف كانت مختلفة تماما. الآن الوضع مختلف، هناك لجنة لتقصي الحقائق عين مجلس حقوق الإنسان 3 سيدات خبيرات من الأمم المتحدة يذهبنا إلى إيران، لكن النظام لا زال يعارض. تم طرد النظام من لجنة المرأة في الأمم المتحدة، هناك ضغوط، هناك عقوبات. النظام بالطبع يريد أن يقول أنه لا يكترث ويبث الخوف من جديد من خلال هذه الإعدامات، لكن هذا النهج القمعي هو أحد أسباب استمرار هذه الانتفاضة لمدة 4 أشهر. ونرى أنه كلما يعدم النظام شبان جدد تخرج مظاهرات وتتحول مراسم تشييعهم إلى احتجاجات مستمرة، فلا أعتقد أن هذه الأحكام الجديدة أيضا ستجدي نفعا للنظام لإيقاف هذه الاحتجاجات. قراءتك للانقسامات أو ما رأاه البعض انقسامات داخل النظام الإيراني؟ بعض رجال الدين البارزين انتقدوا النظام، أيضا كان هناك انتقادات من داخل البرلمان الإيراني من بعض القضاء. قراءتك لهذه الانقسامات، هل هي انقسامات حقيقية؟ ولماذا لم تنعكس على تعاطي النظام مع الشارع، أم أنها فقط شكلية لتنفيس عن بعض الغضب الموجود في هذه المؤسسات فقط لا غير؟ لا، هو في الواقع حراك الشارع الثوري هذا أحدث انقساما في رأس هرم السلطة. رأينا الكثير التزموا صمت من القيادات مثل الرؤساء السابقين، أو يعني صرحوا بتصريحات خجولة. البعض صرح بأن كلنا في هذه السفينة، إذا غرقت فسنغرق جميعا، ولذلك البعض منهم يطالب بالتعاطي مع المتظاهرين وتقديم بعض التنازلات. البعض الآخر المتشددين يطالبون بالمزيد من القمع والإعدامات على الملأ. هذا التناقض أو الصراع في رأس هرم السلطة هو أحد نتائج هذا الحراك الثوري، بالإضافة إلى طبعا الضغوط الدولية التي أيضا يعني تركت تأثيرا في هذا الانقسام، لأنه الكثير يرون بأن حتى من القادة خاصة من أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام يرون بأن النظام إذا استمر بهذا التعاطي ستنعكس هذه السياسة سلبا على مصيره، على وجوده. لذلك يطالبون البعض منهم أن تتم فتح قنوات حوار أو تقديم بعض التنازلات ولو كانت شكلية. لكن الشارع نفسه تجاوز هذه الإقراءات والانقسامات، ولذلك نرى أن المظاهرات مستمرة في الجامعات، في الشارع. صحيح، هناك ضربات عمالية لأنه كل البلد أصبح في حالة ثورية. بالنسبة للمعارضة التي تحاول أن تشكل تحالف موحد لمواجهة هذه الاحتجاجات، كيف سينعكس ذلك على الاحتجاجات في الداخل؟ يعني إذا ما تكونت جبهة في الخارج، هل تعتقد بأن هذه الاحتجاجات التي هي في الداخل الإيراني ربما مع الوقت تكون أيضا جبهة، يكون لها تنظيم، يكون لها قيادة، لأنه حتى الآن ليس لها قيادة وتتحرك بعفوية تامة؟
صحيح، لكن في الداخل الأمر ليس كذلك، عكس الانقسام في صوف المعارضة في الداخل، في الخارج، في الداخل هناك حركة طلابية عريقة يعني تصوغ الخطاب السياسي للشارع الذي يطالب بالتغيير الشامل، ب يعني إزاحة كل أنواع الاستبداد والديكتاتورية، عكس بعض الأصوات في الخارج للأسف، يعني البعض من التيارات القومية المتطرفة تنادي بعودة نفس النظام المركزي الشديد الذي يهمش مكونات المجتمع الإيراني ويركز على هوية واحدة للبلد. هناك أيضا خطابات متطرفة مثلا تطالب بعودة النظام السابق. هذا يعني المتظاهرون في الداخل يهتفون لا نريد لا شاه ولا آية الله، يريدون نظاما تعددي يمنح كل فئات المجتمع الإيراني حقوقه وتكون دولة مسالمة تتعايش مع جيرانها ومع المجتمع الدولي. شكرا جزيلا على وجودك معنا الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث صالح حميد، شكرا جزيلا. وهذه النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. المعارضة السورية تطلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الحكومة التركية لبحث التقارب مع النظام السوري. صار سنة سنة ونص ماكو ماي. فالماي هسه جاف. ألقت موضوعة المياه بظلالها على الوضع العام في العراق وعلى وجه الخصوص على الأراضي الرطبة. فقد صياد الأسماك أكثر من 97% من المخزون السمكي. وتأثر التنوع الأحيائي الذي دخلت من أجله الأهوار العراقية إلى لائحة التراث العالمي. تركيا وإيران أنشأت مزيد من السدود، مزيد من الأنفاق لتحويل المياه، مزيد من القنوات الجانبية. مهمة خاصة. نحن ندخل الآن قمة الجفاف. السبت 9:30 على شاشة العربية. يواصل إيرانيون انتفاضتهم ضد النظام في الشوارع والجامعات. ما هي سيناريوهات الشارع المنتفض على سلوك حكومته في الأيام المقبلة؟ كان جواب الحكومة الرصاص والقتل للمتظاهرين البلوش. خامنئي عاجز، هل يؤيد الناس أم يؤيد بلطجيته؟ ما الذي تغير بانضمام منطقة الأحواز للمظاهرات؟ الأزمة كشفت عن ضعف الخطاب التقليدي للنظام. المتظاهرون بدأوا بالتجمع هنا في ساحة الجمهورية تضامنا مع قضية الشابة مهسا أميني. الدور الخارجي، هل يمكن أن يغير شيء في الداخل الإيراني على المستوى الأمني أو السياسي؟ هل كل ذلك يضمن بأن يكون مصير هذه الاحتجاجات مختلفاً هذه المرة؟ حالة الإنقار التي يعيشها النظام الإيراني هي الفخ الذي ينصبه لنفسه. يوجد هناك السياسي لدى هذا النظام. هل يمكن لهذه التظاهرات أن تصمد أمام هذا القمع من قبل النظام الإيراني؟ أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت إسرائيل استراتيجيتها للعام 2023 لمواجهة إيران على ما يبدو. فمع بداية العام الجديد استهدفت إسرائيل اليوم مطار دمشق الدولي لتعلق الخدمة فيه لساعات قبل أن يعلن النظام استئنافها صباحا، وهو ما نقضه المرصد السوري الذي أكد أن العودة كانت جزئية وأن المدرج المخصص للشحن والطوارئ ونقل كبار الشخصيات وقيادة الميليشيات ما زال خارج الخدمة. كانت الطائرات الإسرائيلية أغارت على مواقع ميليشيات حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في محيط وجنوب دمشق وسط فشل دفاع النظام الجوي بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية. ووفقا لمعلومات المرصد السوري فإن الصواريخ الإسرائيلية طالت مستودعات للسلاح وذخيرة تابعة لميليشيات حزب الله والحرس الثوري وأحدثت أضرارا مادية فادحة. كما أكد المرصد مقتل 4 أشخاص بينهم جنديان سوريان على الأقل ووضع خارج الخدمة للمرة الثانية منذ الصيف الماضي، حين أدى قصف إسرائيلي لتعليق الرحلات لأسبوعين بعدما ألحق أضرارا بأحد المدرجات. كانت إسرائيل قد شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع النظام وأهدافا إيرانية أهمها لميليشيا حزب الله.
اليوم أفادت هيئة البث الإسرائيلي بمطالبة وزارة الدفاع زيادة استثنائية لميزانيتها للعامين الحالي والمقبل بمبلغ 10 مليارات شيكل. اعتبرت هيئة البث الإسرائيلي أن الزيادة التي تطالب بها وزارة الدفاع هي بمعدل 12% عن الميزانية الراهنة. في السياق أوضحت مصادر أمنية أن السبب وراء المطالبة بزيادة استثنائية للميزانية هو تحضيرات لاحتمال شن عملية عسكرية في إيران. وقال مراسل الحدث من القدس المحتلة إن ثمة إجماع بين الحكومتين السابقة والحالية حول مواجهة المشروع النووي الإيراني، مشيرا إلى أن إسرائيل كثفت من مناوراتها التي تحاكي تنفيذ ضربات على المنشآت النووية الإيرانية. الحكومة الجديدة كما السابقة هناك نقطة إجماع فيما يتعلق بمواجهة المشروع النووي الإيراني، بهذا المعنى لا تغيير. طبعا إسرائيل أجرت مناورات مشتركة ومنفردة مع الأمريكيين ومع فرنسا في الفترة الأخيرة، كلها تصب في إطار التدرب على تنفيذ الضربة ضد المنشآت. عمليا مشكلة إسرائيل ليس في التمويل، بمعنى هناك موافقة من المستوى السياسي وهناك صفقات أبرمت مع الولايات المتحدة حول ما ينقص إسرائيل من ذخائر وعتاد طائرات تزود بالوقود وما إلى ذلك. المشكلة هي في الجداول الزمنية، لأن بعض هذه الأمور مثل الطائرات وأمور أخرى تحتاج إلى سنوات كي تقوم الشركات الأمريكية بالإنتاج. إسرائيل حاليا تحاول أن تضغط على الأمريكيين لتقصير الجداول الزمنية. من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي إيلي نيسان، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. إذن هناك إجماع بين الحكومتين السابقة والحالية على مواجهة مشروع إيران النووي، لكن هذه الحكومة الأكثر تشددا كما يقول مراقبون في تاريخ إسرائيل، هل يمكن أن تقدم فعلا على عملية عسكرية ضد إيران، خاصة بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي بزيادة استثنائية في ميزانيته لشن عملية عسكرية على إيران؟ أولا السياسة التي بدأ بها رئيس الوزراء الأسبق بينيت وثم لابيد، نتنياهو يواصل هذه السياسة، ولذلك قضية إيران هي من التحديات العليا التي تقف أمام هذه الحكومة وعلى نتنياهو وعلى رئيس الموساد وعلى رئيس الاستخبارات في جيش الدفاع أهارون حليوا، وطبعا وزير الدفاع برأس كلهم دول هؤلاء، أن يتخذ القرار كيف يمكن منع إيران من امتلاك قدرة نووية. هذا الأمر سيتصدر المحادثات التي سيجريها نتنياهو في الزيارة التي يقوم بها في شهر شباط مع رئيس الإدارة الأمريكية بايدن. وطبعا رغم كل الخلافات في وجهات النظر، إذا كان بقضية الخلافات في القضية الفلسطينية، ولكن بكل ما يتعلق بأمن إسرائيل والعلاقات الاستراتيجية، وكما ذكر مراسلكم قبل قليل هناك نية بأن إسرائيل تحصل
على الذخيرة الملائمة وتكون على استعداد من الناحية الجبهة الداخلية، لأنه في حال تم استهداف المنشآت النووية الإيرانية طبعا نرى هنا في منطقة الشرق الأوسط حرب شاملة، إذا كان مع منظمة حزب الله وإذا كان مع حركة حماس وجهاد إسلامي الذي ينضمون تحت البيرق الإيراني ويقومون ويعملون بإمرة إيران. ولذلك قسم من هذه المخصصات المالية التي طلب بها جيش الدفاع، مع العلم أن في السنتين الأخيرتين تم رصد مبلغ أكثر من 5 مليارات شيكل بهذا الموضوع لمواصلة التمارين إذا كان في بحر الأبيض المتوسط وإذا كان في بحر الأحمر. لكن مواصلة التمارين شيء، وأن يتم الإعلان صراحة بأن الجيش الإسرائيلي يطالب بهذه الزيادة الاستثنائية، نتحدث عن 10 ملايين لشن عملية عسكرية في إيران. القضية هي كذلك أن إسرائيل تحاول أن لا تكون بوحدها في هذه المعركة ضد إيران، لأن هذه معركة مصيرية بين إسرائيل وإيران. وإذا إسرائيل تقف لوحدها في هذا الصراع لا تتردد إسرائيل من استهداف المنشآت الإيرانية، رغم موقف الولايات المتحدة بهذا الموضوع بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل الدبلوماسي مع إيران بهذا الموضوع. نعم، في هذه النقطة تحديدا حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية، هل تتعلق الأمور هنا بالنسبة لإسرائيل بالأموال أنها تريد أن ترفع الميزانية أم بتوافقات واتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا كما قلت أن رغم كل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل والاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة، رأي وزير المالية الإسرائيلي سينهمك خلال العام القادم وأكثر من عام القادم برصد الميزانيات اللازمة لابتياع الذخائر وتجهيز الجبهة الداخلية في إسرائيل من كل النواحي. وأعتقد أن إذا كانت أي مشكلة مالية الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل بكل القضايا، لأن هناك وعود من قبل الولايات المتحدة بأن هي تحافظ على أمن إسرائيل، وإذا كان أي تهديد من قبل إيران على الولايات المتحدة أعتقد أنه يكون هناك إجماع بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، وليس بين إسرائيل والولايات المتحدة، وإن بين إسرائيل والسعودية وبين إسرائيل والعديد من الدول العربية، لأن إيران تهدد على مستقبل العالم السني مقابل الشيعي. ولذلك رصد الأموال هذه قضية، والعلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة هي قضية أخرى. لا شك أنه لا يكون أي شك بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة بهذا الموضوع، وإسرائيل والولايات المتحدة يقفان جنبا إلى جنب ضد إيران التي تهدد على كافة الدول في العالم وطبعا في الدول في الشرق الأوسط. أنتقل معك أيضا لبعض الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد إيران. هذه الضربات التي وقعت اليوم في سوريا على منشآت يوجد فيها ميليشيات من إيران، هذه ليست الضربات الأولى، قبل ذلك إسرائيل استهدفت عدة مطارات في سوريا أو عدة أماكن فيها ميليشيات تابعة لإيران، لكن هل تأتي بجدوى؟ لماذا تستمر إسرائيل في هذه الضربات؟ اسمعي سيدتي، هناك خطوط حمراء التي وضعتها إسرائيل بكل ما يتعلق بمواصلة التموضع الإيراني في سوريا، وكل الحكومات على مر السنين إذا كانت في الحكومة السابقة، ومن يقرر هذا الموضوع هو طبعا رئيس الأركان طبعا بمشاركة المستوى السياسي في إسرائيل. إسرائيل لن تستطيع أن تسمح لنفسها بأن إيران تواصل تموضعها
وتحاول فتح جبهة جديدة من سوريا وإضافة من لبنان، وطبعا كما ذكرنا قبل قليل من قطاع غزة بواسطة حماس والجهاد الإسلامي. ولذلك كل ما تتوفر معلومات استخباراتية في إسرائيل بأن إيران تقوم بنقل أسلحة وذخيرة دقيقة عبر المطارات في سوريا إلى منظمة حزب الله، هذه كل المنشآت ستكون تحت الاستهداف الإسرائيلي. هذه الأمور هي أمور واضحة تماما بهذا الموضوع، وهذه الهجمة التي رأيناها هذه الليلة ونسبت إلى إسرائيل هي أول هجمة في الحكومة برئاسة نتنياهو، وأعتقد نتنياهو سيكون أكثر حزما ضد إيران وضد سوريا، مع العلم أن الأسد سائمة من مواصلة البقاء. انتهى الوقت تماما. حزب الله والإيران في سوريا، ولكن مع الأسف أسد اليوم لا يستطيع أن يطلب من إيران أو من منظمة حزب الله. انتهى الوقت تماما. شكرا جزيلا المحلل السياسي إلي نسان، كنت معنا من القدس. كشفت مصادر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن طلبه عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الحكومة التركية لبحث التقارب مع النظام السوري. ذكرت المصادر أن الائتلاف طلب من المسؤولين الأتراك توضيح بعض الأمور بعد اجتماع موسكو الأسبوع الماضي، مرجحة عقد اجتماع في غضون أيام قليلة لبحث الأمر. أكد وزير الخارجية التركي جاوش أغلو في تصريحات غدا اجتماع وزراء الدفاع في موسكو أن تركيا لن تتحرك ضد حقوق المعارضة السورية رغم خطوات التطبيع مع النظام السوري، وأنها ترى ضرورة لتحقيق التوافق بين المعارضة والنظام للتوصل إلى حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في سوريا. تجددت المظاهرات الشعبية الحاشدة في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا رفضا للمصالحة مع النظام السوري وللتنديد بالتقارب التركي معه. قيم المراقبون في أنقرة تصريحات جاوش أغلو عن لقاء وزراء الخارجية في النصف الثاني من يناير باعتباره الخطوة الأخيرة التي تسبق اللقاء بين أردوغان والأسد برعاية روسيا، لافتين إلى أن أنقرة تسعى لعقد لقاء أردوغان والأسد قبل الانتخابات في تركيا في يونيو المقبل، وأن أردوغان يسعى لإحداث اختراق في عودة اللاجئين السوريين لنزع تلك الورقة من يد المعارضة التركية التي تستخدمها في الضغط عليها. وسط دعوات المعارضة التركية لإجراء انتخابات مبكرة، قال حمزة داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه لا يوجد قرار بإجراء الانتخابات قبل موعدها المحدد في 18 من يونيو المقبل. قال إن الحزب لم يناقش أي تغيير في الموعد المحدد مسبقا في اللجنة التنفيذية المركزية والمجلس التنفيذي، مضيفا أن الظروف لا تتطلب انتخابات مبكرة كما تطالب المعارضة. أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اتفاق على تشريع قانون النفط والغاز، فيما أشار إلى أن القانون سيحل إحدى أبرز المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل. أكد أن الحزبين الكرديين متفاهمان حول آلية تمرير الموازنة. يأتي هذا بينما يستعد وفد كردي للتوجه إلى بغداد قريبا لمواصلة مساعي بحث النقاط الخلافية. إلى ذلك، وبحسب معلومات قدمها جهاز الأمن الوطني، تم الكشف عن أكبر شبكة لتهريب النفط الخام وعن الآليات والطرق التي تمت بها عمليات التهريب والبيع للنفط المسروق ومشتقاته. ومن بين المتورطين بتهريب كميات تقدر بنحو 75 مليون لتر شهريا من النفط ضباط كبار في وزارة الداخلية العراقية. لجنة التحقيق العراقية بما وصف بفضيحة سرقة ضباط للنفط الخام في محافظة البصرة تكشف عن آليات وطرق عمليات التهريب وبيع النفط المسروق. قضية النفط تورط فيها 9 ضباط في وزارة الداخلية تتراوح رتبهم بين لواء ورائد، شاركوا شبكة واسعة لسرقة النفط الخام في محافظة البصرة الجنوبية. جهاز الأمن العراقي أطلع لجنة التحقيق على معلومات استخباراتية جزئية بشأن قضية التهريب، قالت إن حلول الليل كان شرطاً لإتمام عمليات السرقة وبشكل يومي، والدور المنوط بالضباط يعتمد على حماية المهربين أثناء إحداثهم ثغرات بالخطوط الناقلة ثم مد أنابيب منها إلى أماكن تحميل النفط عبر شاحنات تقوم بدورها بتهريبه إلى إقليم كردستان الشمالي ومنه إلى سوريا ودول أخرى حيث يتم بيعه.
يحصل الضباط بالمقابل على نحو 320 ألف دولار حصيلة ثغرة أنبوب واحد، وتقدر الكميات المهربة يومياً من 5 إلى 7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر للخرق الواحد، فيما يقدر عدد الصهاريج المهربة من 40 إلى 50 صهريجاً بمعدل 75 مليون لتر شهرياً. اللافت أن عمليات سرقة وبيع النفط لا تقتصر على محافظة البصرة، بل ومنذ سنوات تتردد معلومات في تقارير محلية عن عمليات سرقة وتهريب للنفط ومشتقاته في معظم المحافظات العراقية التي يتوفر بها الذهب الأسود. وهذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الدبيبة يتهم رئيسي البرلمان والأعلى للدولة بمحاولة إغراق ليبيا في الصراع السياسي وتقاسم السلطة. جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة. ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول وزعماء الأفريقيين. نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء، أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن هذه صور مباشرة مشاهدينا من مراسم تشييع نجم كرة القدم البرازيلي بيلي. إذن هذه مراسم صور مباشرة لمراسم تشييع أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي الذي كان توفي قبل أيام بعد معاناة مع مرض السرطان. Gracias.
ومشاهدينا نتابع في سياق هذه النشرة. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد الدبيبة إن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن هذا العام سيكون عام الانتخابات ووحدة المؤسسات. اتهم الدبيبة المشري وعقيل صالح بمحاولة إغراق ليبيا في مستنقع الصراع السياسي والسعي لتقاسم السلطة حسب وصفه. إن هذا العام سيكون عام الانتخابات إن شاء الله، عام حافل سيكون مطلوبا منا جميعا أن نقف لدعم إجراء هذه الانتخابات. عام 23 سيكون عاما لوحدة المؤسسات والقطاعات والمنظمات المدنية والشخصيات الوطنية التي غايتها ومطلبها هو الوصول بنا إلى الانتخابات التي تتحقق في ليبيا بدلا عن العبث بمصير الليبيين بمشاريع خبيثة هدفها تقاسم السلطة في الظلام بين رؤساء مجلسي الدولة والنواب. أفاد مراسل الحدث في ليبيا أن المجلس الأعلى للدولة صوت على استئناف الحوار مع البرلمان، كما رفض المشاركة في لقاء غدامس الذي يجمع رئيس البرلمان والأعلى للدولة بحسب مبادرة المجلس الرئاسي. في المقابل يعقد البرلمان الليبي اليوم جلسة عامة لمناقشة المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية في البلاد بغياب رئيسه عقيل صالح. أفاد مراسل الحدث أن الجلسة يرأسها نائبه وتبحث الوضع السياسي وبينها مبادرة لقاء غدامس، وذلك من أجل استئناف الحوار لتجاوز الجمود السياسي وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات. من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه النشرة. أبدأ معك من تصريحات الدبيبة التي يقول هذا العام سيكون عام الانتخابات ووحدة المؤسسات، ما الرسائل التي أراد أن يوصلها بهذه التصريحات اليوم التي تأتي تزامنا مع انعقاد جلسة البرلمان التي كان من المفترض أنها ستناقش عودة الحوار بين مجلسي الدولة والنواب حول تشكيل الحكومة اختيار المناصب السيادية؟ مرحبا أختي العزيزة. الحقيقة هو ليس هذا التصريح الأول للدبيبة الذي كلما استشعر إمكانية التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والذي من شأنه أن يزيح عبد الحميد الدبيبة سعى إلى الادعاء بأنه سيجري هذه الانتخابات وبأنه لا رهان على المجلس النواب ومجلس الدولة وبأن وفاق هذين المجلسين لا يمكن أن يذهب الليبيين لطموحاتهم في إجراء هذه الانتخابات، وبالتالي هو تصريح مكرر لعبد الحميد الدبيبة كلما شعر بإمكانية تقارب بين هذين المجلسين ادعى بأنه الحريص على الانتخابات وأنه يملك قدرة إجراء هذه الانتخابات على كل ليبيا في حين أنه يتحكم حتى إلا في طرابلس، ولكن بحكم أنه يختزل مفهوم السلطة لديه في كيفية تصرف المال الليبي فيعتقد بأن هذا كافي للادعاء بأنه يتحكم في مصير الدولة الليبية الغير موجودة على الإطلاق والتي لا يمكن أن يكون ترتبط بوجود عبد الحميد الدبيبة على شيء ما اسمه حكومة في حين أن هذه الحكومة لا تحكم على الإطلاق حتى داخل طرابلس. وبالتالي يعني هذا التصريح عبد الحميد الدبيبة متكرر، كلما شعر خوفا ما من تقارب من المجلسين صرح بأن هذا المجلسان غير قادرا على إجراء الانتخابات وبأنه الأكثر كفاءة وأكثر قدرة على إجراءها. طيب دعنا نتحدث عن هذا التقارب إذن بين مجلسي الدولة والنواب، هذا التقارب إذا ما تحقق ما الذي يمكن أن ينتج عنها في ظل موقف الدبيبة المتشدد من المجلسين؟ لن ينتج عنه أي شيء على الإطلاق ولا يمكن الرهان على مجلس النواب ومجلس الدولة وإمكانية أن يتقاربا حول تصور المال السلطة
من شأنه أن يترجم فيما بعد بإجراء الانتخابات أو إنهاء الأجسام القائمة حاليا. هذا ليس الادعاء الأول لتقارب هذين المجلسين، وبالتالي إن تقارب اليوم فلا يوجد على الإطلاق أي ضمان لعدم تنازعهما في الغد، وهذا الأمر لا يضيرهم على الإطلاق. أنا أتصور أن علينا أن نخرج من هذه المسميات، مجلس نواب، مجلس دولة، حكومة إلى آخره، بحكم أن هذه المسميات لا تملك دلالة ما تدعيه لنفسه من صفات ومن مسميات. ولكن كيف يمكن الخروج من هذا وكل طرف يريد أن يجري الانتخابات على طريقته؟ هذه القضية، وأنا أتصور بأن بحكم أن هذه الأجسام أصبحت مجرد أدوات لدى الإرادة الخارجية التي تستغلها متى شاءت وتنزع عنها شرعيتها متى شاءت. نحن نعرف جيدا بأن هناك تهديد من السيد باتيلي من الأمم المتحدة بأنه إذا لم يتفق مجلس النواب ومجلس الدولة فأنا سيحلهما، أي أن هذه الأجسام لا تمتلك شرعيتها وأساس وجودها من إرادة ما ليبية أو مرجعيات قانونية ودستورية ليبية، وإنما قابلة لأن يتم الطعن فيها وإعدامها بمجرد قرار يتخذه باتيلي ويتخذه الأطراف الخارجية. أنت تقول بأن هذه الأجسام أصبحت أدوات في أيدي الإرادة الخارجية، ولكن حتى الأطراف الخارجية تريد أن تحل تعقيدات هذا الملف بإجراء انتخابات. هل تعتقد بأنه إذا ما توافرت الإرادة الخارجية يمكن أن تعقد هذه الانتخابات؟ نعم، أنا لا أشعر بأن هذه الإرادة الخارجية تريد هذه الإرادة، لا أرى متوفرة على الإطلاق، ولا يضيرهم على الإطلاق أن تستمر الحالة على ما هي عليه. لا يوجد هناك أي شيء يقلقهم على الإطلاق. هم ما دام النفط يضخ وما دام الأموال تدار ولا يوجد هناك يعني أسباب لنشوب حرب ما أو نزاع ما مع عسكري، وبأن الليبيين قد ارتضوا فعل أن يبقوا على قيد الحياة من خلال توزيع دخل النفط عليهم من أجل أن يستمروا في هذه الحالة، والأجسام التي يفترض فيها أن تجد تصورا ما لاسترجاع مفهوم الدولة واسترجاع الإرادة الليبية لا يهمها على الإطلاق أن يتم استرجاع مفهوم الدولة ومصير الشعب، وإنما يهمها بقاءها في السلطة. فالأطراف الخارجية لا يضيرها على الإطلاق أن تستمر الحالة على هذا الشكل. ما لم تتشكل إرادة ليبية تفرض نفسها على أرض الواقع بالقوة فلن يتغير الحال على الإطلاق، ولن يفرض أي تصور الحل السياسي، والأطراف الخارجية لا يضيرها على الإطلاق أن تستمر الحالة الليبية على ما هي عليه. الدبيبة يقول خالد المشلي وعقيلة صالح منشغلين بالتخطيط لصفقات مشبوهة، ما الذي يعنيه؟ أعظم هو ما يعنيه بأن يخشى بأن يتفقا فتتم الإطاحة به. هذا هو يعني الشيء الذي يخيف الدبيبة، بأن بالممكن أن يتفقا على شيء ما ويتم التوافق مع مجلس مع مكتب الأمم المتحدة أو هذه الإرادة الخارجية، وعندها يتتم الإطاحة به، وبالتالي يحاول أن يطعن فيهما. وكل الأجسام أنا أراها مطعون فيها، ولكن أتصور بأن الرهان الآن وتجسد الإرادة الحقيقية لإجراء التغيير لم تتوفر حتى هذه اللحظة، بحكم أن الأطراف الخارجية الفاعلة والتي أصبحت ادعت لنفسها حق منح وأن تهب الأطراف الليبي الشرعية من عدمه لا ترى إمكانية، لا ترى حتى هذه اللحظة ضرورة لإجراء تغيير ما. والليبيون نسوا بأنهم أصحاب الأرض وبأنهم هم يجب أن يفكروا هذه الإرادة التي تنتج تغيير، فاستمر الأمر على ما هو عليه. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش، كنت معنا، شكرا جزيلا. في ليبيا أيضا كشفت وثائق سرية أفرج عنها لأول مرة في بريطانيا تفاصيل عن الدعم الذي تلقاه الجيش الجمهوري الأيرلندي من ليبيا خلال فترة حكم الراحل معمر القذافي، مبينة أن القذافي أرسل 6 شحنات أسلحة ومساعدات مالية بلغت قيمتها حوالي 12 مليون دولار. الوثائق السرية تحدثت عن صدمة المخابرات البريطانية بعد اكتشافها مقدار الأموال الليبية الموجهة للجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت في صيف العام 1900
1992، مشيرة أن القذافي قرر الكشف عن تفاصيل دعمه للجيش الجمهوري الأيرلندي عقب تعرض ليبيا لعقوبات بعد تفجير طائرة ركاب فوق بلدة لوكيربي. ذكرت الوثائق أن علاقة القذافي مع الجيش الجمهوري الأيرلندي بدأت عام 1973 بترتيب من الاتحاد السوفيتي، موضحة أنه بعد توتر العلاقة بين طرابلس ولندن دفع القذافي إلى الانتقام من خلال تزويد الجيش الجمهوري الأيرلندي بالسلاح والأموال في الفترة ما بين 1985 و1990. دعا الأمين العام لحلف الناتو يان ستولتنبرغ إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا. قال في مقابلة صحفية إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، والدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق. شدد الأمين العام لحلف الناتو على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات. قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إسقاط 39 مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد خلال الليل، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين روسيتين من طراز أورلان وصاروخ من نوع X-59 في أنحاء أوكرانيا. كما أعلن الجيش الأوكراني إحباط هجمات روسية على 11 منطقة في لوغانسك ودونيتسك خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى استمرار القصف الروسي الكثيف للمناطق المحيطة ببخموت وأكثر من 15 منطقة في محوري خرسون وزابوريجيا. أضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن وحداتها الصاروخية والمدفعية قصفت 5 معسكرات وتمركزات القوات الروسية خلال يوم واحد. كان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أعلن أن الضربات الليلية الروسية على العاصمة الأوكرانية أدت إلى تضرر منشأة البنية التحتية للطاقة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي والتدفئة. كانت الإدارة العسكرية المحلية في كييف أعلنت حالة تأهب بعد تعرض المدينة لهجوم جوي استدعى تفعيل نظام الدفاع الجوي للمنطقة. طالبت السلطات المدنيين بالبقاء في الملاجئ لحين وصول خدمات الطوارئ وتوقف الإنذار. ويطلعنا على التطورات الميدانية من كييف مراسل الحدث حذيفة عادل. حذيفة، مساء الخير وإليك. مساء الخير. يعني بلغت الضربات الصاروخية أو عفوا المسيرات التي أطلقت نحو الأراضي الأوكرانية 52 مسيرة من طراز شاهد 136، أطلقت 45 منها نحو العاصمة كييف. استطاع الدفاع الجوي الأوكراني أن يسقط المسيرات جميعها سواء كان في العاصمة كييف أو في سماء ميكولايف. سقطت جزء من مسيرة سقط في منطقة ديسنياسكي على الطريق، وتضرر مبنى واحد فقط، النوافذ الزجاجية تضررت بشكل كبير، ولكن لم تقع إصابات في المبنى. ولكن كان هنالك شاب في 19 من عمره يمر من الطريق وتعرض لإصابة خفيفة، نقل جراها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية. طبعا أيضا هنالك إحدى محطات الكهرباء التي تضررت بشكل أيضا طفيف، ومحطة حرارية خاصة بالتدفئة تضررت أيضا بشكل جزئي. وبعد ذلك استطاعت المهندسون والعمال أن يستعيدوا التيار بسرعة كبيرة، والآن جميع المناطق تنعم بالتيار الكهربائي. القطوعات الموجودة الآن هي قطوعات مبرمجة عادية طبعا نسبة لنقص عمليات التوليد الكهربائي في المحطات الأساسية.
خرسون التي تعرضت لضربات صاروخية كبيرة، 55 ضربة صاروخية تعرضت لها منطقة خرسون سواء كان في المدينة أو في ضواحي المدينة. تعرض المستشفى الرئيسي في خرسون أيضا لهجمة صاروخية، وكذلك مركز المدينة في أحد الميادين تعرض لضربات، وكان هنالك عدد من الإصابات خاصة والأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى. بعد ذلك السلطات اضطرت إلى نقلهم من المستشفى الذي تعرض للهجوم إلى مدينة نيكولايف. طبعا أيضا جبهات القتال الأساسية، المحاور الرئيسية هي باخموت وبافديني وليمان. في هذه المحاور تحاول القوات الروسية التحسين من وضعها الاستراتيجي، وتنفذ هجمات وضربات صاروخية في مراكز في مواقع تمركز القوات الأوكرانية. أما في منطقة كوبنسك فهناك في الطريق الاستراتيجي B66 يدور الصراع الآن حول هذا الطريق الاستراتيجي بين القوتين، هو تحت سيطرة القوات الروسية، والقوات الأوكرانية تحاول أن تسيطر عليه لقطع الإمدادات من بلغراد إلى تلك المنطقة، وما زال القتال يدور حول هذا الطريق الاستراتيجي. والجيش الأوكراني يقول أنه قاب قوسين من دخول منطقة كوبنسك، وهي تمثل ثقرة في خط دفاع القوات الروسية في تلك المنطقة. نعم حذيفة، أنت أشرت منذ قليل إلى الضربات التي استهدفت قطاع الطاقة أو منشآت الطاقة وأثرت على الكهرباء في مدن مختلفة في أوكرانيا. ما هو الوضع في هذه المدن الآن؟ لأنه كما هو معروف تستخدم روسيا هذا القطاع، قطاع التيار الكهربائي، كأداة في حربها هذه خاصة في الشتاء. طبعا هنا لابد أن نتحدث عن أنظمة الدفاع الجوي التي أصبحت تعمل بكفاءة أعلى بكثير من بداية الحرب ومن الفترة الماضية حتى قبل حوالي شهر أو شهر ونصف، حيث كان الصواريخ الروسية والمسيرات تستطيع الوصول إلى أهدافها وتدمر هذه المحطات، ونسبة لذلك يكون هنالك مشاكل في الكهرباء لفترات وساعات طويلة. الآن اختلف الوضع، الآن تعمل أنظمة الدفاع الجوي بكفاءة عالية بلغت حوالي 78%. لم تسجل إصابة في آخر ثلاثة هجمات، وهي في الثلاثة أيام الماضية على منشآت الطاقة لم يسجل وصول أو أضرار كبيرة. هنالك استقرار واضح جدا في الكهرباء في العاصمة كييف، في ولايات الوسط، في ولايات الشمال، وكذلك في الولايات الغربية، ولكن يظل الوضع أسوأ في الولايات الشرقية والجنوب شرق البلاد. شكرا جزيلا، سنبقى معك في متابعة كل التطورات. هذه مراسل الحدث حذيفة عادل، كنت معنا من كييف. أعلن تنظيم داعش اليوم مسؤوليته عن هجوم على قوات حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول أمس الأحد. كان انفجار وقع خارج المطار العسكري في كابول أسقط العديد من الضحايا وفقا لوزارة داخلية الحركة. نظم عدد من النشطاء مظاهرة حاشدة في العاصمة واشنطن أمام البيت الأبيض رفضا لحظر طالبان النساء الأفغانيات من دخول الجامعات. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. النظام الإيراني يضاعف قمعه، إطلاق نار على المتظاهرين وحكم إعدام مزدوج على محتج شاب. إسرائيل تستعد ماليا لعمل عسكري محتمل ضد إيران وتستهدف ميليشياتها في مطار دمشق. الدبيبة يفتح النار على رئيسي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة ويتهمهما بعرقلة الانتخابات وتقاسم السلطة.
كييف تعلن إسقاط 39 مسيرة إيرانية أطلقتها روسيا لاستهداف مناطق في العاصمة الأوكرانية ومحيطها. ختم هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.